في إطار متابعة الحالة الوضعية بالجهة تو حاليا عنا 1222 اللي هما تم المتابعة نتاعهم اللي هما في الحظر الصحي. عنا 854 أنهوا الحظر الصحي. مهم. عنا 242 تحليل اللي قمنا بهم في جهة نابل. عنا النتائج بتاع مازالوا 17 ننتظروا في النتائج بتاعهم. وحاليا كما فديكم سجلنا الحالة الجديدة اللي هي في نابل. 11 الحالة تو عنا في نابل. حالة مقيمة في المستشفى في تونس وزوج حالات مقيمين في المستشفى طاهر المعموري والبقية متواجدين في المنازل نتاعهم هما حاليا في صحة جيدة وإن شاء الله ربي يشفيهم إن شاء الله وينهوا المدة ويتناسوا للشفاء. الحالة جديدة إن شاء الله ربي يشفي الناس الكل. الحالة جديدة اللي هي يظهر لي كانت محلية العدوى نتاعها وزوجة أحد المصابين تأكد لنا هذايا اللي هو كان من الإطار الطبي سي عادل. هي الحالة جديدة في الإطار الصحي بجهة يابل وإن شاء الله ربي يشفيها. هي تو في معناها في صحة معناها تعتبر صحتها مستقرة إن شاء الله ما عندهاش حتى أعراض تاع خطورة إن شاء الله ربي يشفيها ونتمنى على صحتها وكيف كيف كيفها كيف كيف الإطار الموجودين اللي هما عندنا وقعوا معناها الإصابة بتاعهم وإصابتهم بمرض الكورونا. المهم تقول لنا وأنه هي زوجة واحد من المصابين ولا هي من الإطار الطبي ولا زوجته من الإطار؟ هي من أحد الإطارات الصحية بالجهة. واضح.